بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الحصة الثالثة في إطار دائما نفس الفصل ديال المثلثات المتقايسة التريونغ إيزوميتريك. الحصة موجهة لتلامذة ثالثة إعدادي خيار عربي فرنسي، إذا غيتوصلوا لها في خلال الحصة كما العادة بالعربية والفرنسية. إذا التمرين الجديد طبعا وضعية جديدة. إذا دائما كما قلت dans ce chapitre on essaie d'apprendre à étudier et utiliser des cas d'isométrie dans la résolution des problèmes, comparer des longueurs et des mesures des angles, comment reconnaître deux triangles isométriques. Donc en fait l'exercice a dit ABCD est un parallélogramme de centre O, M et N sont les projets respectifs. CA sur DB, la droite DB, montrer que les triangles ONA et COM sont isométriques, on déduit que O est le milieu de segment MN. Il y a ABCD متوازي الأضلاع مركزه O, M و N المسقطان العمودي النقطتين COA التوالي DB. المستقيم دي بي بين بأن المثلثين ONA و COM متقايسان واستنتج بأن O منتصف ل MN. إذا تقريبا نفس الشكل نفس الوضعية، لكن في السابق قال بين بأن DN المسافتين DN يساوي MB. إذا اليوم كيقول لك بأن بين بأن O اللي هو مركز ديال متوازي الأضلاع هو منتصف للضلع القطعة MN. دونك هنا غادي نحاول نرسمو بعدا لو دياغونال، لا دياغونال ديال هاد المتوازي الأضلاع اللي هو ديال الأصلي. إذن أعزائي التلاميذ، السؤال يقول مونترون كو لي تريونغل أو إن أ إي سي أو إم سون إيزوميتري. دونك المثلثين اللي المجمع تبين ما بينهما متقايسين هما هذا. ثم يعني الهدف هو الهدف من التمرين هو نبينو بان او منتصف ام ان. اذا لو بي ديال هاد ليكزيس هو نبينو بان او منتصف ام ان، ولكن لا بد من العبور من هذه الطريقة ديال أننا نبينو بأن المثلثين أو إن أ و أو إن سي متقايسان. إذا غادي نحاولو قبل ما نشرعو في الإجابة على السؤال، غادي نحاولو كما درنا في واحد التمرين السابق، غادي نحاولو نستغلو البرنامج ديال جيوجبرا باش غادي نبينو طبعا ليغاليتي ديال نبينو بان او هو منتصف ل ام ان، وفي نفس الوقت نبينو بان هاد المثلثين متقايسان. اذا كما قلت اون فا اكسبلواتي لو ديناميزم دو لوجيسيال جيوجبرا بور كونجكتوري اون كومباريزون اونتر لي دو تريونغل او ا ان اي او ام سي. اذا على بركه الله. اذا اعزائي التلاميذ الشكل هو كما مع أن في المعطيات A, B, C, D متوازي الأضلاع. إذا عندنا N, N et M les projetés ou bien les projections orthogonales des points A et C respectivement sur la droite de B اللي هي la diagonale ديال متوازي الأضلاع. دونك هنا شنو درنا؟ قلنا تراسي لنا مادام ان او هو لو سونتر ديال هذا المتوازي الاضلاع ديال البارالوغرام، دونك لي دياغونال او هاد لي دياغونال سو كوب اون لوغ ميليو. اذا هنا او لو ميليو ديال لا دياغونال ا سي و لا دياغونال دي بي. داكور. اذا كتشوفوا ان هو لا بروجيكسيون اورتوغونال بالدومين بور ام لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال سي سو دي بي. إذا هنا هذو هما لي تريونغ كون فو مونطخي كو كي سون إيزوميتريك. دونك أو إن أ واش إيزوميتريك أو إم سي. إذا هنا لاحظوا إذا هنا استعملنا
طبعا القواعد ديال اللوجيسيال اير هنا لير ديال المثلث او ان ا يعني هذه او ان ا وهنا لير ديال او ام او سي ام هذا دونك هادو لي كوتي ديالو او سي او ام ها او ام ها او سي ثم عندنا السي ام وهذا لير ديال هاد لو تريونغ هذا او ان ا وهادو لي كوتي ديالو ا او او ان ا دونك هادو عندنا دو تريونغ هنا بينو بانهم متقايسين وفي نفس الوقت غادي نحاولوا نقولوا بان هادو لي كوتو لي كوتي اومولوغ اذا لاحظوا هنا استعملت الملون ا او لو كوتي اومولوغ ديالو هو او سي او ال لو كوتي اومولوغ ديالو هو او ام وهنا لو كوتي ا ال لو كوتي اومولوغ ديالو هو سي ام اذا في هاد لا بوزيسيون اللي عندنا هاد الوضعيه اللي هنا كتلاحظوا هنا 5 57 5 57 بالنسبه لو ان عندي 3 68 3.68 او ام فيه 3.68 ا ان 4.18 سي ام 14.18 دو ميم هنا عندهم لا ميم سيرفاس 7 69 متر سنتيمتر مربع يعني بلونيتي اللي خدين هنا ثم عندي هنا 7.69 دابا غادي نحرك هذا الشكل ونشوفوا شنو غادي يوقع اذا غادي نحرك اذا كتلاحظوا دائما عندنا نفس السيرفاس او ميم اير لي ميم اير هنا كتشوفوا لي ميم زير 6.02 6.02 لي كوتي اومولوغ توجور اي سون ايزومتريك لاحظوا هنا فوالا تبعوا يعني انا كنحول الشكل في نفس الوقت انتم تبعوا لي فالور اللي عندنا هنا واش كيتبدلوا ولا لا اذا كيتغيروا ولكن دائما ان اللي عندي لي ميم سيرفاس وعندي لي كوتي لي كوتي اومولوغ سو ايزومتريك فوالا اذا انا حركت جهه بي غادي نحرك الان جهه سي اذا لاحظوا هنا نفس العمليه نفس النتائج دونك هنا كتلاحظوا بان لي بروجيكسيون مشاو يعني خرجوا على الشكل برا وبالتالي هنا كتشوفوا لي ريزولتا هذا الى الان لاحظوا معايا مزيان دائما عندي لي ميم سيرفاس وعندي توجور لي كوتي اومولوغ سون ايزوميتريك اذا هذا الشيء بيناه هنا بشكل عام ولكن غادي النتيجه هي نبينوا بان او منتصف ديال القطعه ام ان او ميليو ديال لو سيغمو ام ان اذا اعزائي التلاميذ لما نقول او منتصف ام ان او او لي ميليو ديال لو سيغمو ام ان اذا هنا او ميليو غادي نحلوا هاد المعطيات ديال ام ان شنو كتعني لنا كتعني لنا بان او ام ايتيغال او ان وكتعني لنا بان او ام ان هاد لي بوين سون اليني سون اليني فوالا لان كاين اللي غادي يقول لك بما ان عندي او ام يساوي او ان دونك هنا او ميليو ديال ام ان نو هادي ماشي توجور فري اذا فري هنا في هذه الحاله ربما ما كيكونوا لي بوينسون انيلي ولكن يمكن يكون عندي مثلا هنا او هنا ام ان يكون مثلا عندي سو فورم ديال تريوم ايزوسيل اذا عندي او ام يساوي ايتيغال او ان ولكن هاد الوضعيه ما كتثبتش بان او راه منتصف ل ام ان داكور دونك هنا خصنا تستوجب ان يكون او ميليو باش يكون ميليو ديال القطعة ام ان خص يكونوا لي بوان ام او ان سو علي فوالا هذه ملاحظة خصنا ننتبهوا لها ثم ملي كنقولوا ا بي سي دي متوازي الاضلاع يعني ان ا سي لي دياغونال يعني يعني لي دياغونال ديالو ا سي اي
BD, un loup se coupe. En leur milieu. Voilà. يعني انا بي كي كون دي ار بي سي دي متوازن لا فان قطريه يتقاطعان في نفس المنتصف. اذا دابا غادي نمشي باش نبين خصني نبين بان هذا او ان ا اي سي او ام سو ايزوميتريك باستعمال en utilisant les cas d'isométrie. Et donc, on a trois cas de l'isométrie, et on a les cas spéciaux en cas de triangle et rectangle. Et donc, je vais vous montrer ici la cas que je vais utiliser ici. Et donc, vous remarquez ici, madame, je vais rassembler, je vais rassembler, la diagonale, et donc, je vais ربما في الشكل ما كايناش خصنا نرسمها باش نحدد المثلثين. اذا هنا بينا في الحصه اللي دازت بان هاد المثلثين حتى هما راهم متقايسين المثلث ا بي دي و سي بي دي هنا قابلان للتطابق. Donc, بما اننا قلنا متوازي الاضلاع في dans un parallélogramme les côtés opposés sont isométriques. Donc, BC est égal à AD ou AB est égal à DC ou هذا c'est un côté commun بيناتهم. Donc, هذو ils sont isométriques وبالتالي عندهم نفس المساحة. ولاحظنا بأن كذلك ملي قلنا AN باش نلقاو المساحة ديال ABC إذا SABC est égal à AN fois la base, la hauteur fois la base BD sur 2. Ou on dit S, donc à chère Adrena, ça fait CBD est égal à l'air d'Yellow, il y a la hauteur, il y a CM. Fois la base, les PD, la base commune, PD, M, CM, sur 2. Il y a maintenant les triangles sont isométriques, donc on a les mêmes R. Au bout de la distance, je vais avoir AN fois PD sur 2 est égal à CM fois PD sur 2. On va dire que c'est là. BD مع BT ان دي مع ان دي ويتبقى لي CM إيتيكال AN. لهنا غادي نستنتجو بأن AN إيتيكال CM. دونك ها حنا لقينا هاذيك يساوي هاذي وهادشي راه شفناه في التمرين اللي داز. دابا غادي نبينو كذلك قلنا بأن هذا راه دياغونال. دونك هنا AD AC راه دياغونال ديغونال ديال دو هاد البارالوغرام. دونك هنايا دو سونتر او. دونك شنو غادي نستنتجو؟ دونك غادي نستنتجو بان او ميليو ديال اسي دو غادي نستنتجو بأن أو أ يساوي أو سي. دونك هاد أو أ هي أو سي بحال بحال. دونك هنا هاد أو أ شنو كتمثل بالنسبة لو تريونغ أ إن أو؟ كتمثل ليبوتينوس دو ميم بور أو سي. تا هو تا لو كوتي هو ليبوتينوس ديال هاد لو تريونغ ريكتونغ أو إم سي. وهنا غادي نستحضروا القاعده اللي غادي نحالها سبيسيال اللي غادي نستعملوها هنا باش نبينوا بان هاد المثلثين متقايسين. اذا غادي نذكركم بها. اذا نذكركم الحاله اعزائي التلاميذ سي دو تريونغ ريكتونغ اون ليبوتينوس ايغال. اذا هنا عندنا ليبوتينوس او ا اي زون ليبوتينوس ايغال. اذا او ا يساوي او سي. إلا قلنا بأن أورا ستان ميليو ديال 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 سي.
ان كوتي دو لون دروا ايغال وبينا بان هذا ان هاد لي هوتور كلهم كيتعتبروا اضلاع الزاويه القائمه لو كوتي دو لون دروا ايغال دونك اي سون ايزوميتريك دونك هذه هي الحاله اللي غادي نطبقوا هنايا داكور اذا هنا غادي نحاول نجبدها هنا لتحت غادي نستنسل غادي نستشهدوا بها اذا غادي نحاولوا الان بما ان غادي اذا تبقى لهذه الخاصيه غادي نستنتجوا بان هاد لي دو تريونغ سون ايزوميتريك وبالتالي اذا كانوا ايزومي سون ايزوميتريك دونك لي كوتي لور كوتي اوفلوك سون ايزوميتريك ومن بين هاد لي كوتي اوفلوك هو او ان و او ام دونك او ان يساوي او ام ومين غادي نتلقاو او ان يساوي او ام وكذلك عندنا هذه الملاحظه بان او راه ان و ام موجودين على لا دروات بي تي او ديجا راست ميليو ديال ديغونال بي تي وبالتالي لي بوين ان او ام سون اليني دونك عندي هذه الخاصيه ديال انه سون اليني بلس ان او ام يساوي او ان دونك هنا عندي دونك القاعده ديال الميليو اللي قلناها هنا وبالتالي عندي او ان يساوي او ام وهذا هو اللي هذا هو المقصود من التمرين اذا اعزائي التلاميذ تلقاو بعد الريداكسيون اذا اعزائي التلاميذ نعود بكم الى تحرير الاجابه بشكل واضح اذا السؤال الاول هو مونترون كو لي تريونغ او ان اي سي او ام سون ايزوميتريك دونك اون او ا ايكال او سي car O est milieu de l'AC, diagonale du parallélogramme ABCD. Tout le monde a AN égale CM rabi nana. Donc ce sont des hauteurs de triangles isométriques ABD et CBD. Et d'après le cas d'isométrie suivant, les diagonales de triangles rectangles ont l'hypoténuse égale et un côté de l'angle droit égal et sont isométriques. Dans l'arabe, il y a يتقايس مثلثان قائمان إذا قايس الوتر وضلع قائم في أحدهما الوتر وضلعا قائما في الثاني أو نقول كما يكون مثلثان قائمان متقايسان متى إذا قايس الوتر وضلع قائم في أحدهما الوتر وضلعا قائما في الثاني اذا بناء على هذه كاينه خاصيه اخرى الا كانوا هادو لي تريونغل سون ايزوميتريك alors leur côté homologue sont isométriques on en déduit que les triangles هادي بالنسبه لهذه او ان ا اي سي او ام سون ايزوميتريك et par conséquent leur côté homologue sont isométriques d'où او ام égale او ام اذا هاد او ان côté homologue ديالو هو او ام وبالتالي sont isométrique. Et comme les points N et O sont alignés, on affirme que O est le milieu d'N, le segment MN. Et donc, aïzaï t'alamid, n'tmenna ou t'laqav, hissakra, fi wadaïa jadida, daïman, fi tar al-mutlatat al-mutaqaïsa. Et donc, tahiyati, wa ila liqa.